الآن ينضم إلينا من هناك من نيويورك مراسل الحدث طلال حاج. طلال، تحية طيبة وأهلا بك في هذه النشرة. بداية، ما التفاصيل التي نعرفها حتى الآن عن هذه الجلسة؟ نعم، أرى أن حسام، أرى مجلس الأمن فتح أبوابه الآن ويستعدون لعقد الجلسة حول العراق. الجلسة مفتوحة وطارئة، وهي جاءت بطلب في واقع الأمر من العراق الأسبوع القادم الماضي بعد الهجوم في 20 يوليو على محافظة أو منتجع داهوك في كردستان العراق، والذي قتل 8 أشخاص وجرح تقريبا 23 آخرين على أقل التقدير. ستشمل هذه الجلسة متحدثين، طبعا وزير خارجية العراق دكتور فؤاد حسين، وكذلك رئيسة البعثة الأممية في العراق يونامي الدبلوماسية الهولندية جنين هانس بالاسخارت، وكذلك مسؤول حكومي عن الحكومة التركية وفي الغالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة فريدون سنير ليغلو. نتوقع أن يتخذ العراق أثناء هذه الجلسة، جلسة مجلس الأمن، ومن خلال خطاب وزير الخارجية فؤاد حسين، أن يتخذ موقفا صلبا في واقع الأمر لحماية سيادته وراضيه. نتوقع بأن يطالب العراق مجلس الأمن بانسحاب القوات العسكرية التركية من جميع أراضيه مع تعويض المتضررين وأسرهم، مع التشديد والتنديد يعني بالعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو في واقع عدوان متكرر، دخول وخروج وتصرفات عسكرية تركية في شمال العراق. ربما يعلن العراق أيضا أثناء هذه الجلسة عن استعداده للدخول في نقاش مع الأمم المتحدة وأطراف أخرى، وأعني بها بالذات تركيا، لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال العراق. فهذا التحرك في واقع الأمر إن حدث سيهدف إلى إزالة ذريعة أو حجة تركيا لتدخلاتها العسكرية في الأراضي العراقية وعملياتها العسكرية والقصف والقتل. ونتوقع أن هذا سيكون أمرا صعبا في واقع الأمر، ولكن ربما نوقش خلال الجلسة المغلقة التي تعقد، وهي جلسة مشاورات مغلقة تعقد بعد هذه الجلسة المفتوحة. حسام، هذه حسام ليست بالمرة الأولى. نعم، تفضل. لا أرجوك، يعني المعلومات لديك طلال. نعم، هذه ليست بالمرة الأولى التي تعقد فيها مثل هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن. يشتكي فيها العراق تركيا لانتهاكها سيادة أراضيه أو قتل مواطنيه. الجلسة الطارئة الأولى كانت حول الموضوع ذاته، كانت في ديسمبر عام 2015 وبحضور وزير الخارجية آنذاك إبراهيم الجعفري، ولكن يبدو أن تلك الجلسة لم تحدث تغييراً، التغيير المطلوب في سلوكيات يعني طلال في تركيا. لن نتوقع قرارات ملزمة أو إدانات أو شجب شديدة اللهجة من هذه الجلسة، ولو أن الاستجابة لربما تعكس موقف إيجابي من أو تعاطف مع العراق، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، وبيان مجلس الأمن الصحفي الذي تفضلت بالذكر بنوده قبل هذا اللقاء واضحة، وتنديد شديد وتعاطف مع الضحايا ويعني ومساندة ودعم العراق في تحقيقاته. في واقع الأمر أيضا أتوقع أن العراق سيطلب دفع تعويضات إلى الضحايا وأسرهم نتيجة العدوان في 20 يوليو على داهوك. هذا أمر مهم، وأعتقد أن العراق أيضا من خلال كلمة وزير الخارجية فؤاد حسين سيطالب بذلك النظام التركي. نعم، كل الشكر. نحن نرى السفراء داخل الجلسة. تفضل. الحقيقة يعني الوقت المخصص لهذا الملف تحديدا قد انتهى بالفعل. بطبيعة الحال سيكون لنا عودة إليك طلال فور بروز الجديد من التفاصيل بشأن هذه الجلسة. كل الشكر لك حتى الآن. حدثنا من نيويورك مراسل الحدث طلال حاج، شكرا جزيلا لك.